وذلك مثل آية اللعان على أحد القولين، هل نزلت في عويمر أم نزلت في هلال بن أمية؟ قيل إنها نزلت مرتين، وقيل إنها نزلت مرة واحدة، فتكون هذه الآية قد نزلت لسببين متقدمين، فيكون هلال أتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى عويمر قبل نزول الآية، أو أتى عويمر ثم أتى هلال، فتكون نازلة مرة واحدة.